ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد، مرحبا بك، كيف يبدو الوضع من عندك؟ نعم، رفح وخان يونس تتعرض إلى قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية من المدفعية الإسرائيلية في رفح. قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل لعائلة الطهراوي، أسفر حتى اللحظة عن ضحيتين وعشرات الإصابات في محيط هذا المشفى الذي نقف من أمامه. أيضا كان في مدينة خان يونس هناك عدة غارات إسرائيلية من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت منازل لعائلة حمودة وعائلة الفرة، أسفرت عن أكثر من 15 ضحية وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى القصف المدفعي للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس. هذا بالتزامن مع الاشتباكات التي تدور على الأرض ما بين عناصر القسام والفصائل الأخرى والجيش الإسرائيلي في عدة محاور، خاصة في بلدة بني سهيلة، في القرارة، في الزنة، في عبسان، في منطقة الفخاري وهي أقصى شرق مدينة خان يونس، بالإضافة أيضا إلى تقدم الدبابات وتوغلها على مشارف شارع جلال في وسط مدينة خان يونس. هناك اشتباكات تدور بين وقت وآخر في هذه محاور التوغل. هذا يأتي بالتزامن مع استهدافات من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي استهدفت المناطق الغربية لمدينة رفح ومدينة خان يونس في ساعات الليل، وبالتالي نحن نتحدث عن اشتباكات على الأرض، عن غارات إسرائيلية من الجو، وأيضا عن مدفعية إسرائيلية تقصف منازل المواطنين في كل المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس ورفح. في مدينة غزة هناك يعني اشتباكات تدور في كل محاور التوغل، خاصة في شرق مدينة غزة في حي الشجاعية وحي التفاح، حيث تتقدم الدبابات الإسرائيلية وتتوغل بشكل كبير في حي الشجاعية. هناك اشتباكات دارت في ساعات الليل بشكل كبير، بالإضافة أيضا إلى المنطقة الشمالية لقطاع غزة في بيت لاهيا ومخيم جبالي. أيضا على مشارف هذه المخيمات هناك تقدم للدبابات الإسرائيلية، هناك اشتباكات تدور، وأيضا يأتي بالتزامن مع استهداف من الطائرات الحربية الإسرائيلية لعدد من المنازل في بيت لاهيا، بالإضافة أيضا إلى شرق مخيم جبالي هناك استهداف من المدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف ومركز. وبالتالي الاشتباكات على الأرض في أكثر من محور في مدينة غزة، خاصة في المنطقة الشمالية لمدينة غزة في حي النصر وأيضا حي الشيخ رضوان. أيضا هذه المحاور التي تتركز فيها الدبابات على مشارف هذه المخيمات، هناك اشتباكات دارت في ساعات الليل وأيضا مع ساعات الصباح. طيب كانت أحمد، هناك اشتباكات هذه الاشتباكات في هذه تختلف وتيرتها شمال مدينة من غزة. الصباح والليل بكل تأكيد، يعني في ساعات الليل المعارك كانت ضارية في مدينة خان يونس، حيث العملية البرية الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة، اشتباكات كانت بشكل كبير وبشكل عنيف وبشكل مركز، خاصة في الأحياء الشرقية. نتحدث عن هذه الأحياء التي تحاول الدبابات الإسرائيلية التوغل فيها أكثر، خاصة في بني سهيلة، في القرارة، في شارع جلال، على مشارف شارع جلال في وسط مدينة خان يونس. هذه الاشتباكات كانت على شدها بشكل كبير في ساعات الليل، أيضا في ساعات النهار تكون بين وقت وآخر هذه الاشتباكات، بالإضافة أيضا إلى الاشتباكات في حي الشيخ رضوان وفي حي الشجاعية، أيضا كانت على أشدها في ساعات الليل، مع ساعات الصباح تهدأ ولكن تعود بين وقت وآخر الاشتباكات حسب تقدم وتوغل الدبابات الإسرائيلية في هذه المناطق. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من رفح جنوبي قطاع غزة، مراسل الحدث أحمد حرب.